النقطة يبقى إذا الإعلام هو ابن مجتمع كما شرحنا، والأهم من هذا أن الإعلام في النهاية وفي البداية زي برضو ما أشار الدكتور شومان ابن نظام السياسي أو بالأحرى الأمني. برضو قلنا وأنا شايف مش حد من جيل سعادة السفير في السبعينيات من القرن الماضي كان الرئيس السادات رحمه الله كان يرغب في أن يضيف إلى بزته العسكرية نيشانا إضافيا اسمه ديمقراطية. حل الاتحاد الاشتراكي وعمل منابر، والمنابر دي أصبحت أحزاب بعد كده. ويذكر برضو قلنا في فبراير 78 صدرت جريدة الأهالي عن التجمع الديمقراطي الوحدوي أيام ما كان التجمع الديمقراطي الوحدوي يسار. مش التجمع بتاع دلوقتي، أنا بتكلم عن التجمع الأسماء ممكن تظل كما هي لكن المضمونات مختلفة. المهم كانت جريدة الأهالي وقتها جريدة معارض وكانت بتوزع توزيع أظنه أكبر بكتير جدا أكبر من مجموع توزيع الصحف المصرية كلها الآن. ولكن النظام ما تنبا كمش على أشخاص، ككل الأنظمة التي جربناها في هذا البلد حتى الآن كان نظاما ديمقراطيا لكن على طريقته، نظاما بلا معارض. عايزين الإعلام زي ما الدكتور شومان فكرنا يدعم الدولة ويساند الدولة، مش حاجة تانية. فإيه اللي حصل؟ كان في قاضي اشتهر وقتها اسمه المستشار أنور بسحي، ده كان كل يوم أربع المحكمة تنعقد الساعة 7 الصبح. هو كان قاضي، كان رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، تنعقد 7 الصبح عشان تطلع قرار وقتي بإيقاف طباعة الأهالي. الأهالي كانت بتضع في جريدة الأهرام زي الوطن ما بتضع في جريدة الأهرام. كان علشان الأهرام ما تضعهاش لازم يجي قرار من المحكمة. فكانت المستشار أنور بسحلي طب عقد المحكمة ويطلع قرار الساعة 7 الصبح. بالقانون. زي السادات قال كله بالقانون. دلوقتي ده الكلام ده حصل في السبعينيات. لكن ماذا حدث في 2015 في النصف الثاني من العقد الثاني من القرن 21؟ ما عادش مهم يبقى كله بالقانون. خالص مش مهم. ببساطة تليفون لي جريدة الأهرام توقف طبع جورنال الوطن، خلاص يوقف طبع جورنال الوطن، مش محتاج بقى نقعد احنا لسه نجيب المستشار فلان ويعمل محكمة، مش محتاجين. لا نحتاج، النظام الآن لم يعد يحتاج حتى أن يتجمل بالقانون. عرفنا في 2015 دي الفترة اللي احنا نتكلم عنها إيقاف طباعة صحف مرتين، وقفت الوطن بقرار أمني. حتى أصحابه لم يعنوا باستيفاء الشكل القانوني زي ما كان السادات بيعمل. واحدة مرة في مارس 2015 ومرة، وطبعا كلنا عارفين العناوين وكانت ايه يعني. ده هنا بقى نقطة الرؤية، انه بيتوقف الجورنال اللي كان هيوزع اكس نسخ. الذي يحدث ان النسخة اللي توقفت بتوزع اكس ملتبلاي واي، ده الحقيقة. يعني العدد الذي توقف والموضوع الذي توقف بسبب العدد اتوزع اكتر من 100 مرة مما كان سيوزع على الجورنال الاسم. نعم؟ على مسائل طبعا. طبعا. فحصل مرتين هذا الكلام بالنسبة للوطن. عرفنا ده اللي احنا عرفناه في 2015. عرفنا ايضا ايقاف برامج تلفزيونية. بعضها مشار اليه في الورقة دي في الكونسبت بيبر ده، عشان كده انا سعيد جدا بيها. وبعضها يعني مش مشار اليه، بس مش معنى كده انه لأسباب بقى لها علاقة باللي كان الدكتور شومان بيتكلم فيه عن التمويل. لانه بعضها بتليفونات مش من جوه، كمان ممكن من بره او من جوه لبره من بره لجوه. يعني واحد باسم يوسف وابراهيم عيسى وحاجات كتير. وعرفنا اقتحام مقالات امبارح، اظن اول امبارح شرطه مصنفات اقتحمت وشوش